نسات وعنا اللي راهم في البيوت وهم يسمعوا فينا، ونسات وعنا اللي جاوا للجامع. هذا نوصيهم ونقول لهم باللي الرسول عليه الصلاة والسلام لما كمل الخطبة نتاع العيد للرجال جاء للنساء ودار لهم خطبة خاصة بهم، لا خطرش النبي راه عارف وش راه يدير، وجا ليهم وقال لهم ربي راه طلعني وشفت الجنة ولقيت أكثر سكانها الفقراء، وكشف لي ربي وطلعني على جهنم ولقيت أكثر سكانها النساء فتصدقنا. نظر النساء ينحيوا في الخواتم وفي المقايس وفي الآخر وكذا ويمدوا في الصدقة. ناضت وحدة قالت له يا رسول الله علاش يكفروا، يكفرنا بالله، كي قلت يكفرنا يكفرنا يكفر بالله. قالها لا 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 ماهوش هذاك هو. قال موش تكفر بالله، وإنما تكفر العشير. ايش معناتها العشير؟ تكفر الزوج. ايش تكفر الزوج؟ تكفر خيره ونعمه عليها، يحسن أحدكم إليها، تحسن ليها مدة سنة. ومانيش نقدح فيكم منسى، راه فيكم منسى الخيرات الطيبات المباركات. يحسن أحدكم إليها عام عامين، إذا ما أخطأ معها مرة نسيت ذلك الإحسان. قال تكفرن بالله وتكثرن الشكوى. تكثرن الشكوى من اللي يدخل الدار وانت تزمري عند وذنه، ها 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 ها، خليه يرتاح ويخليه يشهد وخليه يستغفر وخليه يطمئن وبعدين حدثي. ولا تكثري عليه. جات مرأة دخلت على سيدنا عليه الصلاة والسلام قالها أذات بعل أنت؟ ما معنى أذات بعل؟ البعل هو الزوج، يعني متزوج أنت يا؟ قالت له نعم. قال هذاك زوجك؟ انظري أين أنت منه، شوفي وش راكي تديري له، فهو جنتك ونارك. ردي بالك يخدعوك شياطين الإنس والجن يسولوا لك وتدخلي في هذا المزلق الخطير وما تخرجيش منه. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، تعرف جزاء وش هو؟ يوم القيامة الجنة تعرف وش عندها من باب؟ ثمانية. ربي يدعيها من الأبواب الثمانية ويقولها خيري من تحبي تدخلي. صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، وأطاعت زوجها، ثمن بيبان تاع الجنة، والرب عز وجل يخيرها. تفضلي من أين تريدين الدخول؟ فكوني على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، واحذري من المخالفات الشرعية، واحذري من المعاصي، واحذري من فتن الدنيا. انتبهي لأمرك قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، فإني رأيت أكثر سكانها النساء. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قلنا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكثرن الشكوى. يا مسلمة عودي إلى ربك، عودي إلى رشدك. وكي كنت تجي تصلي التراويح ولبستي الحجاب، الحجاب ماهوش غير في الليل تاع التراويح، بان فهمك زين. الصلاة اللي صليتيها في رمضان ماهيش غير في رمضان، بان فهمك زين. والقرآن اللي كنت تقرايه ماهوش في رمضان برك، طوال أيام السنة وأنت على العهد وتلاقي ربي وهو راضي عليك. يا نساءنا اتقين الله، يا مرأة يا أيتها المسلمة خافي ربي وعودي إلى رشدك. والله ما ينفعك لا زوجك لا بناتك لا دنيتك لا فلان لا علان. والله يا أختي غير تروحي في قطعة نتاع قماش، وما تنفعك غير صلاتك وحجابك ودينك والحياة نتاعك. هذا الذي
وكيد الله. كونوا قد أتينا ونحن نتكلم في هذه المواضيع وهو ذو شجون، إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة وربي يلقانا ويلقاكم في ساعة خير. وليداتنا الله يهديهم ويصلح بالهم، إذا كان هو منحرف وزيد أدعي عليه بالشر كعمية الحالة، أدعي وليهم بالخير والتوفيق والصبر. ما ديش تقول أنا دبر راسهم ونروح ونخطيهم وندير دار، أنا عندي دار دبر راسهم يأكلوا يشربوا يخطيوني برك. هذا كلام الإنسان اللي يهرب للأمام ولا يواجه الحقيقة. وليدك أصبر عليه مليح، أصبر عليه ودوني أصبر عليه ودعي له بالخير، دعي له بالهداية ودعي له بالتوفيق. هذو أبنائنا وأبنائكم، هذو بناتنا وبناتكم، هذو أمانة في رقابنا، وندعو الله لهم بالهداية والتوفيق ونصبر عليهم. نعطيكم فائدة، جميع اللي عنده معدن طيب يعود يولي ليه، يدور 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 يعود يولي ليه. فإذا كانوا ماليه فيهم الخير وباباهم أصل والأم نتاعهم أصلا، يدور 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 ويعاود يولي الأصل. لكن الصبر عليهم الصبر الجميل ودعوة الخير لهم وديما فوق لسانهم، ولا تيأسوا ما تئسش. يا ولدي اتق الله، يا ولدي خاف ربي، يا ولدي هذيك الطريق ما تخرجكش، يا ولدي هذوك رفقاء السوء، يا ولدي يا ولدي يا ولدي، حتى يستقيم بإذن الله. الله يهديهم ويصلح بالهم، واللي هو ما هوش خدام الله يفتح عليه بالخدمة، واللي هو يبتغي الزواج الله يسهل له أمره، واللي مريض فينا الله يشفيه، والغني فينا الله يزيده من فضله، والفقير الله يغنيه. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وهذه الجزائر اللهم انشر الأمن والاستقرار وأديمهم علينا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في بيوتنا في أوطاننا. وحكامنا في هذا اليوم في هذه الساعة ندعو الله بالتوفيق والصلاح، ونقول اللهم اهدهم واهد بهم يا رب العالمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا البلاد والعباد، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا، ولمن وصانا وأوصيناه بالدعاء، ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا خاصة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.